بيان عاجل من المتحدث العسكري للجيش المصري وجلسة طارئة في الكيان الصهيوني بسبب إثيوبيا، والحكومة تكشف حقيقة إلغاء المهلة المحددة لتجديد تراخيص السيارات، وعاجل هل ينقذ مخدر الشابوه مرتكب ما حدث في الإسماعيلية من حبل المشنقة، وعاجل كارثة خطيرة تضرب شركة فيسبوك، وعاجل من رئيس المخابرات العامة المصرية يكشف الفرق بين نتنياهو ونفتالي بنت، ننشر التفاصيل. في البداية زي ما متعودين عاوزين نصلي على الحبيب محمد، وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا وأخبارنا أول بأول. عاوزين نوصل لألف أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا، وجلسة طارئة في الكيان الصهيوني بسبب إثيوبيا. أجرى وزير خارجية الكيان الصهيوني يائير لابيد جلسة طارئة في وزارة الخارجية بعد التوترات في إثيوبيا وتقدم جبهة تحرير شعب تيجري إلى العاصمة أديس أبابا. وفقا لصحيفة يدياعوت أحرنوت العبرية، الخوف هو أنه إذا وصلت الحرب إلى العاصمة فلن يكون من الممكن إنقاذ 10,000 يهودي في مخيمات بأديس أبابا ينتظرون الهجرة إلى كيان الصهيوني. وركز النقاش على أوضاع المنتظرين الذين يتركزون في المخيمات في أديس أبابا وجندار في شمال إثيوبيا. وبحثت الجلسة ما إن كان هؤلاء اليهود الإثيوبيون في خطر، وما إذا كان يمكن حمايتهم في المخيمات أو إنقاذهم في حال وصلت المعارك بالفعل للعاصمة. والنقاش انتهى بأن الكيان الصهيوني هيجري بعض المراجعات الدولية للوضع في إثيوبيا، وأن تواصل وزارة الخارجية للكيان الصهيوني مراقبة للتطورات في إثيوبيا عن دقة وانعكاسات ذلك على من ينتظرون الهجرة. المصدر معنا كم من صحيفة الموجز، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. طبعا زي ما حضراتكم عارفين أن الوضع الآن في إثيوبيا يعني غير مطمئن. جبهة تحرير تيجري تزحف الآن للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا وتطوق أبي أحمد مع جبهة تحرير أورومو الشعبي. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. نتلمع بعض الخبر آخر، وبيان عاجل من المتحدث العسكري للجيش المصري. نفذت القوات الجوية المصرية والهندية تدريبا جويا على مدار عدة أيام بمشاركة عدد من الطائرات متعددة المهام لكلا الجانبين بإحدى قواعد الجوية بجمهورية مصر العربية. تضمن التدريب تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات والتنسيق على إدارة العمليات المشتركة بمختلف أساليب القتال الجوي الحديث، وتنفيذ التدريب على التزود بالوقود في الجو، كذلك قيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بتنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية في تناغم كامل. أظهر التدريب مدى ما وصل إليه مقاتلو قوات الجوية من مستوى احترافي يؤهلهم لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم. تأتي هذه التدريبات في إطار تنمية العلاقات بين مصر والهند والتعاون المشترك للقوات الجوية مع الدول الشقيقة والصديقة. مصدر معنا كان من صحيفة الموجز، نتمنى إن شاء الله الخير لمصر ولكل المصريين و للبلدان الشقيقة العربية. ننتقل مع بعض الخبر آخر، والحكومة تكشف حقيقة إلغاء المهلة المحددة لتجديد تراخيص السيارات. أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تم نشره من أنباء بشأن إلغاء المهلة المحددة لتجديد تراخيص السيارات مع تحصيل غرامة تأخير بعد انتهاء مدة الترخيص، تواصل المركز مع وزارة الداخلية والتي نفت تلك الأنباء، أكدت أنه لا صحة لإلغاء المهلة المحددة لتجديد تراخيص السيارات مع تحصيل غرامة تأخير بعد انتهاء مدة الترخيص، وقالت أنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن، مشددة على سريان مهلة تجديد رخصة القيادة كما هي دون إلغاء أو توقيع أي غرامات على قائدي السيارات،
حيث ينص قانون المرور على منح قائدي السيارات مهلة لمدة 30 يوم لتجديد رخصة القيادة التي انتهت بالفعل. المصدر معنا كان من صحيفة الموجز، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ورئاسة الوزراء المصرية تنفي الأنباء التي نشرت أو الشائعات التي نشرت بخصوص إلغاء مهلة محددة لتجديد تراخيص السيارات. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل هل ينقذ مخدر الشابو مرتكب ما حدث في الإسماعيلية من حبل المشنقة؟ كشف المحامي المصري ياسر سيد أحمد عن التصور القانوني والعقوبة المتوقعة لما حدث في الإسماعيلية في مصر بعد الذبح والتمثيل أمام المارة في الشارع. وأوضح المحامي المصري أنه طبقا لنص المادة 230 و 231 و 232 من قانون العقوبات، تكون العقوبة الإعدام إذا اجتمع رأي هيئة المحكمة وبعد التأكد من أن المتهم سليم عقليا وليس تحت تأثير المخدر. أوضح ياسر أن الأثر في الجريمة لا يختلف سواء الباعث على الجريمة كان للشرف أو غيره. أشار إلى أنه هناك إجراءات قانونية وطبية يتم اتباعها للتأكد من أن المتهم سليم عقليا أو غير ذلك، وإذ ثبت أنه مختل عقليا يودع في مؤسسة علاجية. ويرى المحامي المصري مصطفى سعداوي أستاذ القانون الجنائي بجامعة المينا في مصر أنه في حال أثبتت التحقيقات الحالية أن الجاني يتعاطى أي نوع من أنواع المخدرات لن يقوم ذلك بتخفيف المسؤولية الجنائية عنه، لأن تعاطي المخدرات يعتبر سكر اختياري. وضح أن السكر الاختياري لا يخفف المسؤولية الجنائية أو يعفي الجاني منها، ولكن السكر الإجباري هو الذي من دوره تخفيف المسؤولية الجنائية أو إعفاء الجاني منها. مصدر معانا كان من الوطن وصدى البلد، يعني كل بساطة عشان نوضح للناس بلغة أبسط من كده، هو إن المخدر مش هيخليه يتعافى من الحكومة أو يطلع من العقوبة، بالعكس المخدرات أو تعاطي المخدرات هو سكر اختياري. يعني أنا بقدم على هذا الشيء، بقدم على ان عقلي يكون مغيب ومش مدرك ايه اللي بيحصل ولا ايه اللي بيحدث حواليا او ايه الافعال اللي انا بعملها، فبالتالي ده يسمى سكر اختياري. والسكر الاختياري ده يعني ما بيرحمش، اذا انت ارتكبت جريمة وانت في حالة سكر اختياري العقوبة هي كأنك عاقل وسليم. هذا ما سيحدث ان شاء الله مع الشخص اللي ارتكب يعني ما حدث في الإسماعيلية. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل كارثة خطيرة تضرب شركة فيسبوك لثاني مرة. أصاب عطل فني تطبيقات شركة ميتا التي تضم تطبيقات فيسبوك وإنستجرام وماسنجر. يعني للعلم لحضراتكم فيسبوك ما بقاش اسمها فيسبوك، أو الشركة الأم اللي هي اسمها فيسبوك سابقا ما بقاش اسمها فيسبوك، بقى اسمها شركة ميتا. شركة ميتا دي بتضم فيسبوك وإنستجرام وماسنجر. قالت صحيفة ديلي ميل إن حالات الانقطاع تؤثر على الآلاف في جميع أنحاء العالم. وفقا للصحيفة البريطانية، هذا الانقطاع في جميع أنحاء العالم يؤثر على العديد من البلدان بما في ذلك المكسيك وأستراليا والعديد من البلدان في أوروبا. وطبعا يعني أنا أعرف أشخاص يعني تعطل الماسنجر أمس معاهم وهم يعني بيستخدموا. صحيفة ديلي ميل البريطانية قالت مع ذلك يمكن لمستخدمي انستجرام وفيسبوك تجاوز الانقطاع عن طريق استخدام الموقع الإلكتروني للتطبيقين على الانترنت. أصاب عطل فني تطبيقات شركة ميتا التي تضم تطبيقات فيسبوك وانستجرام وماسنجر مساء الأربعاء. وقالت صحيفة ديلي ميل إن حالات الانقطاع تؤثر على الآلاف في أنحاء العالم. المصدر معانا كان من صحيفة الموجز، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل من رئيس المخابرات العامة المصرية يكشف الفرق بين نتنياهو ونفتالي بنت. وكشف الصحفي للكيان الصهيوني باراك ريفيد عن كيفية رد رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل على سؤال عن ماهية الفارق بين رئيس الوزراء الكيان الصهيوني الحالي نفتالي بنت وسلفه بنيامين نتنياهو. أشار رافيد في مقال منشور على موقعي والا العبري وإكسيوس الأمريكي إلى أن عباس كامل رئيس المخابرات
قال خلال لقاء غير عادي عقد بينهما على هامش مؤتمر الأمم المتحدة 26 للمناخ في مدينة جلاسكو الإسكتلندية، أقر بأن بينيت يختلف عن نتنياهو الذي كانت لديه أيضا علاقات وثيقة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكشف رافيد خارج هذا المقال أن رئيس المخابرات العامة المصرية فسر الفارق بين بينيت ونتنياهو بالإشارة بيده السماء والأرض. وأشار الصحفي على حسابه في تويتر إلى أن رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل لم يقل ذلك بحزن بل بارتياح. وأشار رافيد في المقابل إلى أن كامل أعرب عن أمل مصر في أن تبقى حكومة بينيت مستقرة وأبدى ثقته بقدرتها على أداء مهامها بشكل فعال على الرغم من الاختلافات الملموسة في وجهات النظر بين أعضاء الائتلاف الحاكم. مصدر معانا كان من RTXUS، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل، وهذا يعني كان وصف رئيس المخابرات العامة المصرية الفرق بين نفتالي بينيت رئيس الوزراء الحالي وخلفه نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني السابق. المصدر معانا كان من RTXUS، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. و قناة السويس تعلن عن تغيير في رسوم العبور لجميع أنواع السفن. صرح رئيس هيئة قناة السويس المصرية أسامة ربيع بأن الهيئة قررت زيادة رسوم عبور السفن للقناة في 2022 بنسبة 6% مقارنة مع العام 2021. وأضاف في بيان نشر اليوم أن الزيادة سيبدأ تطبيقها من فبراير المقبل، ولن تشمل ناقلات الغاز الطبيعي المسال ولا سفن الرحلات السياحية، حيث سيتم تثبيت رسوم عبورها على ما كانت عليه خلال 2021. وأكد أسامة ربيع حرص الهيئة على تطبيق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق مصالح الهيئة وعملائها وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها المختلفة عبر آليات واضحة تتضمن تقدير رسوم عبور السفن. وتعليقا على قرار تثبيت رسوم عبور السفن الغاز الطبيعي المسال، أوضح رئيس الهيئة أن القرار يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لأحدث متغيرات تجارة الغاز الطبيعي المسال المنقولة بحرا وبما يتكامل مع مستجدات السياسات التسويقية المرنة، حيث تم تعديل نسبة التخفيض الممنوح لناقلات الغاز الطبيعي المسال من 25% ل 15%، والمقرر تطبيقه بداية من شهر نوفمبر الجاري. وأضاف الفريق ربيع أن تثبيت رسوم عبور السفن السياحية للقناة يعود بشكل أساسي على كونها الأكثر تأثرا بأزمة الوباء مقارنة بباقي أنواع السفن الأخرى، حيث عانى قطاع السياحة والسفر من خسائر طائلة على مستوى العالم ومنها السفن السياحية واليخوت البحرية، ويتوقع أن يستكمل هذا القطاع تعافيه في عام 2022. مصدر معانا كان من RT، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. وجينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.